بأجواء شعرية وتراثية خلابة، احتضن حصن الذيد الأمسية الشعرية المتميزة التي أحياها كل من الشاعرين سعيد سيف الطنيجي وحمدان خميس السماحي، وقدمها الشاعر سلطان بن خليف الطنيجي بتنظيم من معهد الشارقة للتراث. إذ تأتي الأمسية التي شهدت حضوراً متميزاً على هامش الاحتفال بمهرجان أضواء الشارقة 2023 بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث. الاهتمام الكبير لصاحب السمو حفظه الله بهذه المنطقة وهذا الإحياء الكبير، والآن توج أيضاً بمهرجان الأضواء، أعتقد الأمسية كانت مجاراة لهذا المهرجان، لأن بهذه الأضواء أيضا عادت الناس للتجمهر بشكل مكثف أكثر في هذا المكان، وأعتقد الأمسية كانت في يعني مثل ما يقولون في محلها، بأن الناس يعني تناغمت مع هذا القصيد ومع هذا الشعر الجميل. أمسية شعرية نبطية تزينت بقصائدها الجميلة التي تناولت عدة مواضيع متناغمة بكلماتها ومعانيها مع الأضواء اللافتة لترهف وجدان الحضور الذي تفاعل معها، فضلاً عن عروض الفنون الشعبية الثرية التي قدمتها فرقة فرسان المقابيل الحربية. إقامة هذه الأمسية في حصن الذيد واللي زادها أضواء الشارجة موقع الحدث جدا مهم، مثل أهمية تاريخه، مثل أهمية من يحييه، فاختيارهم لموقع الحصن ومثل ما يقولون ازداد الحصن رونقا وجمالا بأضواء الشارقة. تحت أضواء الشارقة تتواصل مع جمهورك، تتواصل مع جمهورك، يمكن يطلب منك قصيدة، يمكن يوجه لك سؤال. بالعكس، الأمسيات الشعرية دائما مفيدة وتعود الشاعر على فن الإلقاء. الأمسية الشعرية في حصن الذيد بأجواء إبداعاتها الثقافية حفظ للهوية والموروث الأدبي الثقافي الإماراتي في ظل الأجواء الساحرة لمهرجان أضواء الشارقة 2023، بهدف تسليط الضوء على تاريخ وتراث الإمارة ومنجزاتها الحضارية التي يسجلها التاريخ دوما بحروف من نور.